صباح الخير عن جديد، من جدد معايدتنا بسنة تكون مليئة بالخير والبركة على كل الناس، ومنتابع حلقتنا مع الأمل أيضا مع سارة الخطيب. سارة الخطيب صبية لبنانية بتختصر بتجربتها الإرادة وحب الحياة من خلال معاناتها ومقاومتها لمرض السرطان. سارة رحلت إنما بقيت حاضرة من خلال الجمعية يلي تم تأسيسها لدعم مرضى السرطان، وللسنة الثانية على توالي عم بيتم تنظيم حفل بيشبه سارة، حفل موسيقي فني، منتابع تفاصيله بهالتقرير. بتذكر سارة بطريقة كتير حلوة وإيجابية، لأنه هي كانت شخص بتحلى كتير بالشجاعة وبالنظرة الإيجابية للحياة. بتجنن. نحن هلأ ما بنحب نتذكرها إلا بالفرح وبالإيفنتات وبالشي الحلو. بتضلها مبسوطة وتضحك، وكل مرة إنه كتير قوية وإنه منحبها، وكل وقت منفكر فيها بتضلها مبسوطة وبوزيتيف، وبتحط إنه وقت بتكون موجودة كل الجو بيكون، كل الناس وهيك أوتور ديل بيكون بوزيتيف ومبسوط شو ما صار. لأن مثال للشجاعة، الضحك، الأمل، الجمال، مقاومة، الإيجابية والسلام الداخلي أصبحت مثال لكل شخص عرفها من قريب ومن بعيد. سارة الخطيب بنت العشرينات اللي خطفها مرض السرطان كتير بكير أصبحت اليوم قدوة لكل شخص مريض ومصدر إلهام له. سارة غادرتنا اليوم، ولكن ما زالت ذكراها حية أكثر من وقت آخر، إذ أنه تم تأسيس جمعية حملت اسمها بتقدم العلاج للمصابين بمرض السرطان وبتساعدهم بمعاناتهم اليومية، فحملت عنوان Go Forward، سارة خطيب's Cancer and Amputee Association for the Youth. نحن صرنا أخذنا على المخابر وزارة التربية وزارة الداخلية بأيار، وبلشنا أنشطة وعم نلاقي كتير رد فعل إيجابي. صار لها سنة وثلاث شهور، بس لما منفكر بسارة ما فيكي ما تخلي الابتسامة وتكوني مبسوطة. هلا طبعا العيشة بدون سارة مش سهلة. الفكرة هي فكرة سارة، لأنه ما قدرت تلاقي مثل أعلى حدا أمبيوتي أو حدا أوبنلي بيحكي عن هالموضوع. قالت أنه يا ريت كان في هالمحل اللي بقدر أتعرف على ناس أنا فيه أتمثل فيهم. So every support is needed، وهالأسوسيشن هي رح تساعد أهل الأطفال، لأنه هي طبعا مخصصة أكثر لليونج كانسر بيشنتس أند أمبيوتيز. هي بتجسد شعار look forward، يعني هاي هالشعار انبثى من سارة، لأنه هي هيك كانت. بعدها موجودة سارة، متذكرها بكل لحظة، وتعلمنا منها كتير شغلات. سارة بتدخل على القلب. هالقد بقول لك إنه سارة بس حتى صورتها بتطلعي فيها كل يوم بتشوفي قد ايه بتعطيكي قوة ما بتتخيليها. لأنها كانت بتحب الموسيقى والحياة، تم عقد حفلة موسيقية مهداة لسارة، وذلك لتاني سنة على التوالي بروح ري على الجمعية قدم كل من الفرق الموسيقية بريد فلويد المعروفين بإعادة كل أغاني بينك فلويد، فرقة الروك أبيك اللي قدموا مجموعة من أغانيهم الخاصة، بالإضافة لفرقة باترفلاي اللي أهدوا معظم أغانيهم لسارة، وكانت مفاجأة السهرة الممثلة سينتيا كرم اللي قدمت أيضا أغنية لسارة. I don't care if you do.
اسمنا بريك فلويد، وير بينك فلويد تريبيوت باند. بلشنا نحن ندق سوا انا وبي وخيي نحن وصغار. نحن يعني اصحاب مع اديب وطلب منا اذا فينا نساهم بمشان الفاونديشن، واتس ان اونر لنا. يعني الليله الريبرتوري اللي حنلعب يعني فروم لوت اوف فيريس بينك فلويد البومز، في دارك سايد اوف ذا مون وذا وول. نحن اجمالا بنلعب كلاسيك روك، وهلا عاملين كم غنية لانه كانت ساره تحبهم كثير لكولد بلاي. هذا الشيء كثير حلو، واكيد هي لو كانت معنا كانت مبسوطه، لانه يعني هي نفسيتها، هي تحب انه دلا بوزيتيف فرحانه ومبسوطه. بالكوادرانجل بمنطقه الحزميه اجتمعوا كل اصدقاء ساره الخطيب ليتذكروها ويحتفلوا فيها، ليحتفلوا ببسمتها الدايمه اللي رح تضل مرسخه بقلوب الجميع. قبل ما نتابع حلقتنا لليوم نرجع لأجواء العاصفة على جبالنا. اليوم معنا على الخط زميلنا خالد أبو شقرة من عمطور. صباح الخير خالد. بونجور، كيفك؟ صباح الحمد لله، ينعاد عليك بالسنة الجديدة وبنعاد عليك. ميرسي وعليكم. خالد، إذا بك توصف لنا هلأ المشهد من عندك من عمطور، شو بتقلنا؟ صراحة المشهد هلأ من عمطور راح التلج. لحد امبارح شيء تقريبا كان في بحدود 10-12 سنتي تلج على الطرقات بالشوارع، الا انه امبارح شيء بلشت تشتي الدنيا. اليوم الصبح وعينا قليل كثير التلج، يعني ما حتى الطرقات كلها فاتحه بشكل طبيعي كثير مثل ما عم نشوف بالصور. يعني بعد في اشي صغيره تلج والباقي كله داب على هذا الارتفاع. اذا عم نحكي نحن على ارتفاع 800-850 متر بالمناطق الاعلى، اعلى منها بشوي كمان شتاء، وكمان طرقات كلها فتحت بشكل طبيعي، ما في اي شيء. فيك تعطينا شويه اخبار عن ليله راس السنه؟ سكرت الطرقات، في اي اشخاص او اهالي سهرانين احتجزوا فوق؟ بالمنطقه عنا هون ابدا لا، ما في شيء. حتى ليله راس السنه ما كان في كثير ثلج، يعني كليله راس السنه بلشت تثلج بيوم واحد، يعني نهار الصبح امبارح الصبح او وقت امبارح الصبح بلشت تثلج. ليله راس السنه لا، كانت هادي وما سجلت اي حوادث. نعم خالد، في كثير سقعه عندك؟ يعني تقريبا قد ايه درجه الحراره هلا الصبح؟ درجة الحرارة شي 3، امبارح طبعا ما كانت عم تطلع فوق الاثنين، كانت بين 0 و2 لأنه كانت طقس ثلج. اليوم أعلى شوي الحرارة، يعني اليوم 3 درجات الحرارة تقريبا، بس هي كثير ساقعة وبرد. انتبه لأنه شكلك عم بتقرب خالد. خالد، وسائل التدفئة أكيد مؤمنة، بس قديش الكهرباء عم بتساعد؟ الكهرباء اكيد ما عم بتساعد، يعني مثل العادي ما في كهرباء ابدا. كل المناطق مأمنة بالمولدات الخاصة، مولدات الاشتراكات اللي هي اللي عم بتغطي فرق قطعت الكهرباء. قطعت الكهرباء بايام العادية بتيجي 6 ساعات بالنهار. طبعا بس يصير في شتاء وبرق ورعد بتنخفض يعني سعر التغذية بالكهرباء، بتوصل يمكن لساعتين، هذا اذا اجت بالنهار. الكهرباء وضعها مأساوي اكيد. كيف عم تدفوا؟ شو الوسائل التدفئة؟ وسائل التدفئة أكثر شيء يعني هي المازوت والغاز والحطب، يعني هو أكثر شيء بيعتمدوا عليهم الناس هون بالتدفئة. بشكل عام مازوت وحطب، يعني ما بيعتمدوا على وسائل التدفئة المرتبطة بالكهرباء. بالكهرباء نعم. خالد، عم بيكون في نعم عم بيكون في حوادث سير من الجليد اللي عم يتكون؟ ما تكون جليد، يعني امبارح الصبح كان في ثلج بعد على الطرقات، كانت الطرقات الداخلية بعدها مسكرة، الطرقات العامة فاتحة. ما تكون ابدا جليد على هذا الارتفاع بين 800 وال1000 متر، ما تكون ابدا جليد لانه ما تبني تحت 0 درجات الحراره، وكان غام، يعني ما اجى نقع مثل ما بيقولوا او ما نجمت، مشان هيك ما تكون جليد. واليوم الصبح شو مثل ما عم نشوف شتاء، ابدا ما في جليد على الطرقات. عم تقدروا تظهروا من البيوت؟ يعني مش انه عم تقدروا انه ما فيكم تظهروا، بس انه حلوه القعده بالبيت بهيك اجواء، هيك قصدي يعني.
بتفضلوا أكيد. يمكن قعدة البيت وكاستنا بطاطا مشوية أكيد أكيد حد الوجاء حد الدفاية يعني بقى العالم هيك تنكاكا وتقعد بيوتا بهيك طاقة أكثر يعني أمتى راجع على الشغل هذا بدنا نعرفه نحن من الآخر بكرة طيب خالد نحن بنشكر مداخلتك بنرجع من عايدك إن شاء الله بينعاد عليك بالخير والبركة لإلك ولعائلتك تدفوا منيح ونشوفك قريبا الله معك حلقتنا متابعة معكم ومننتقل إلى مسرح مونو لنتابع وقائع الأمسية الموسيقية للفنان شرب الروحانة يلي قدم عمل جديد من نوعه اعتمد على تلحين قصائد بتعود للقرن الرابع عشر كيف كانت أجواء هالأمسية وكل التفاصيل من تبعها سوا بهالتقرير من الحب إلى التهجير ومن ثم إلى مشاعر الاشتياق في الغربة وحب الوطن بيحملنا شرب الروحانة ضمن رحلة موسيقية ذات نكهة جديدة فبعد 6 أشهر من التحضير بيختتم شرب الروحانة عام 2015 بمشروعه ثمرة جهود مجموعة من الموسيقيين استند من خلاله إلى قصائد الشاعر ابن حمديس الصقلي اللي بتعود للقرن 12 عمل قدم على خشبة مسرح مونو موسيقى شرب الموسيقى راقية رفيعة فيها إبداع عازف عود متمكن جدا متمكن جدا من الآلة ومتمكن جدا من الموسيقى العربية غذاء للروح الموسيقى بهالوقت هلا أحلى شيء موسيقى موسيقى شرب الغير شكل كمان شرب شغلة مميزة بلبنان موسيقار رائع وجوه كتير حلو ونحن بنحبه كتير عشان هيك بنجي نحضره هذا لبناني يعني بحس انه جايين نحضر شيء مميز ندعي انه نحن جايين نقدم ابن حمديس او نقدم هذيك الحقبة يعني القرن الميناج يعني القرون الوسطى لا بس هلا كله بالفعل الامور صارت بالصدفة اهم شيء موسيقيا انه في تواصل بالافكار الموسيقية يلي عم نسميه فيوجن يعني انه مزيج من عدة آلات وعدة اجواء موسيقية واليوم رح نقدم هذا العمل وعند الامتحان يكرم المرء أو يهان الموسيقي الغنائي قدم دون عنوان وتألف من 8 مقطوعات من تأليف شرب الروحانة وتوزيع أعضاء الفرقة لوضع كل فرد منهم شيء من ابتكاره ليصبح هناك خلطة موسيقية متناغمة قد تكون جديدة وغير مألوفة ولكن لا شك بأنها عميقة وبتحمل المستمع من واقع صعب إلى عالم من الأحلام الجميلة والخيال الواسع We are not aiming to reproduce ancient time, but we are just inspiring but by some deepness and some elements that we lost in our contemporary lives. إذا كان بستايلات في خليط كتير اشياء والآلات مثلا إلكتريك بيس فريتلس مع آلة إيرانية وساكسوفون واشياء عرفت شو في عدة تكستشرز في عدة ألوان منه عمل إذا صح التعبير استهلاكي أو شيء بس حتى ينعمل مرة ويخلص بل هو عمل عضوي
بين ست موسيقيين عم بيشتغلوا ويتمرنوا صار لهم ست شهور تيطلعوا هالصوت هيدا. نحن بانحطاط، بعصر انحطاط للاسف، منيح بعد عنا شباب مثل شرب الروحانه يعني وغيره. مشجع الشباب والشبيب والصبايا يتعلموا ويتسقفوا موسيقيا اكيد. Sarah Kushner.